اهلا بكل حضراتكم من جديد. الحمد لله رب العالمين، منتخبنا في كره اليد عمل الحقيقه انجاز محترم جدا وقدر انه يتاهل بالفعل لنصف نهائي كاس امم افريقيا لكره اليد. انجاز محترم جدا، اكيد هنتكلم عنه وعن كل تفاصيل هذه البطوله ومشاركتنا فيها، وكمان كل اللي جاي هنتكلم فيه مع ضيفتنا اللي منورانا الاستاذه دينا نبيل الناقده الرياضيه. صباح الفل عليك يا استاذه. صباح الفل يا استاذ كريم، اخبارك ايه؟ كله الحمد تمام؟ لله، كله تمام الحمد لله. كيف رايت هذا التاهل المحترم؟ دايما بشوف ان منتخب اليد بنبقى دايما الناس سقف توقعاتها بيبقى كبير قوي بالنسبه له، يعني سواء في البطولات القاريه او حتى البطولات العالميه. ما هو حق من اللي شايفينه من بالتأكيد المنتخب، يعني على مستوى المنتخب يعني بكل عناصره الحقيقه دايما عمرهم ما بيخذلونا ابدا. يمكن البطوله بتاعت افريقيا اللي بتقام على ارض مصر يعني بتحمل اهميه يمكن اكتر من النسخه الماضيه، لانه كلنا عارفين دي مؤهله للاولمبياد. طبعا الاولمبياد دي دايما بتبقى يعني حدث مهم جدا لاي رياضي. اكيد انا شايفه ان السنه دي اصلا يعني ده قبل اي حاجه ان السنه دي اهم سنه للرياضيين في مصر عموما. سنه الاولمبياد دي دايما بيبقى فيها حافز كبير قوي، بالذات الالعاب الفرديه كمان. بالذات بالتاكيد، يعني يمكن كمان احنا عندنا منتخب الطايره تم تاهله طبعا للاولمبياد، منتخب اليد عنده فرصه كبيره ان هو يتاهل للاولمبياد عن طريق البطوله اللي بتقام على ارض مصر. لازم يحصل على لقبها بقى في الحاله دي، لازم يتوج باللقب طبعاً. مقعد وحيد لافريقيا طبعاً. من خلال التتويج بالبطوله ديت، وبالتاكيد طبعا يعني كل الدعم ليهم. أكيد. بالتاكيد منتخبنا بيأدي اداء قوي جدا في البطوله منذ بدايتها. يمكن شفنا كان دور المجموعات، كانت مجموعتنا فيها غينيا، كونغو برازافيل، الكاميرون، يعني بالتاكيد احترامنا ليهم، لكن شفنا من خلال فرق السكور الكبير اللي مصر فازت بيه في الثلاث مباريات انه في فرق مستوى واضح بين منتخب مصر وبين المنتخبات اللي لعبنا معاها. التقيل جاي بالظبط كده. يعني حتى امبارح قدام انجولا كنا متوقعين شويه ان يبقى في منافسه قويه، لكن برضو منتخب مصر فاز باريحيه شديده جدا. عندنا ماتش بكره مع تونس مهم جدا جدا. طبعا طبعا تونس عنق الزجاجه يعني انجاز التعبير. بالتاكيد، لان كمان تونس هي البطل التاريخي لافريقيا، يعني هي معاها 10 القاب، احنا معانا 8 القاب، فبالتاكيد هما يمكن حتى لو تونس مش في احسن مستوياتها، لكن تظل مباراه الغد هي اول اختبار. انا بشوف ان هو اول اختبار حقيقي لمنتخب مصر في بطوله افريقيا، اللي بالتاكيد يعني زي ما قلت بتحمل اهميه كبيره جدا. منتخب مصر امبارح بتواجده في المربع الذهبي ضمن تاهله لبطوله العالم اللي هتقام العام المقبل 2025. الحقيقه برضو من حسن حظنا ومن حسن حظ المنتخب ان البطوله دي بتقام في نسختها الحاليه في مصر على ارضنا وفي وسط جمهورنا، وكالعاده الجمهور دايما داعم للمنتخب. يعني الحقيقه ان هو فعلا يعني حقيقي سعيد بانجازات هذا المنتخب، واكيد للجمهور يعني دور هيكون مهم جدا في ماتش بكره ان شاء الله. بالتاكيد. يعني دايما يا استاذ كريم دايما بقول ان منتخب اليد من يعني دونا عن بقيه فرق الالعاب الصالات او بقيه الفرق المنتخبات، دايما منتخب اليد بيحظى باهتمام شديد جدا من الجمهور المصري. بالتاكيد، يعني حتى ممكن حضرتك مثلا ما تتابعش قوي في المنتخبات الثانيه، المنتخبات الناشئين والشباب عملوا ايه، لا بس تبقى عايز تعرف منتخب اليد الشباب والناشئين بيشاركوا في بطوله عالم، تبقى عاوز تعرف بيعملوا النتائج ايه. لان احنا ابطال اللعبه حتى عالميا، بنحقق مراكز متقدمه جدا وبنحقق ميداليات عالميه كمان على مستوى الشباب والناشئين. يمكن منتخب اليد زي ما حضرتك بتقول البطوله دي انا بشوف ان هي يعني مهمه جدا لمصر، ان المنتخب ده يستغل ان هي بتقام على ارض مصر وان هو يتوج باللقب. يعني يمكن البطوله دي شويه ميعادها اتظلم في فكره ان هي موجوده وقت امم افريقيا لكره القدم. كره القدم بالتاكيد تظل اللعبه الشعبيه الاولى اللي محدش يقدر يعني دايما بتخطف الاضواء، محدش يقدر مش في مقارنه، لكن في نفس الوقت يمكن البطوله حظها حلو ان هي جايه وقت اجازه نصف السنه، وبنشوف اسر واطفال بيروحوا يحضروا المباريات، حتى زي ما احنا بنعرض على الشاشه يمكن شفنا اسر واطفال بيروحوا يدعموا المنتخب مصر من اول البطوله، حتى من اول البطوله ما كانتش لسه يعني زي ما بنقول كده بلغه الرياضه سخنت، لكن كان الجمهور حارس ان هو يتواجد لدعم المنتخب، ودوت بشوف ان هو دول حقهم علينا، لان دايما المنتخب او الجمهور عفوا لما بيشوف حد بيرفع رايه مصر في البطولات الدوليه او البطولات القاريه طبيعي انت هتلاقي الجمهور هو اللي بيحاول ان هو يدعمك ويجي وراك ويتابعك ويتابع النتائج. يعني انا فاكره ان كان في دوره وديه للمنتخب قبل بطوله امم افريقيا كانت بتاعت الدوري الذهبي اللي كان بتقام في الدنمارك. تقصدي دوره الاستادات؟ لا انا اقصد اللي هي المنتخب الاول، دوره اللي كانت بتقام في الدنمارك الدوري الذهبي، والمنتخب والبطوله المفروض ان هي وديه، كانت اعداديه لبطوله افريقيا، لكن الناس رغم ان هي عارفه ان هي بطوله دوليه وديه
يعني بتدور على لينكات للمتابعه وعايزه تعرف المنتخب عمل ايه مع الدنمارك وعمل ايه مع النرويج، يعني الناس حابه تتابع اخبار منتخب اليد، وده طبعا ما جاش من فراغ بالتاكيد وعلى نظرا ذكر دوره لنتائجه. السادات برضو كان ليها نصيب كبير من المتابعه الحقيقه من الناس. بالتاكيد يعني طبعا. حتى زي ما بقول لحضرتك رغم ان هو ما كانش المنتخب الاول اللي بيشارك فيها منتخب شباب او منتخب ناشئين، لكن الناس كانت حابه تتابع منتخبات بتعمل ايه، لانه احنا عندنا الفتره الجايه بطولات افريقيه وعندنا محافل كتير بنستعد ليها، فالناس دايما حابه تتابع النتائج بتاعت المنتخبات. طالما انت بتحقق او طالما انت يعني بتأدي اداء جيد، الناس هي اللي بتفرض نفسك على الاعلام بمعنى مليون يعني في المية طبعا صحيح. بس. برضو إلى أي درجة ممكن يعني فكرة تنظيم البطولات الكبرى اللي بالشكل ده سواء قارية أو دولية على أرض مصرية، إلى أي درجة الموضوع ده بيبقى له انعكاسات طيبة على السياحة في مصر وعلى منظومة الرياضة عموما في مصر؟ يعني دوت بدأ بقاله سنوات، احنا بنشوفه مصر دايما بتبقى حريصة ان هي تستضيف احداث رياضية كبرى سواء بقى عالمية او سواء افريقية او قارية، الاحداث اللي زي دي كمان بشوف ان هي مهمة جدا، فكرة ان انت تقام على ارضك بطولة مؤهلة للاولمبيات، فده حاجة دعم كبير جدا لينا. يمكن زي ما حضرتك قلت البطولات اللي زي دي بيبقى ليها يعني اصداء كبيرة جدا على السياحة، بتلاقي المنتخبات بتحرص ان هي تبقى موجودة في مصر، بتبقى عايزة تنزل تتصور في الاهرامات، ان هي بالتاكيد ده بيعود بالنفع، انت اكيد، بتشغل وخصوصا كمان فنادق. انه كلهم بيشيروا الحاجات اللي بيصوروها، بالظبط بيصوروا اكيد. فيديوهات لطيفه. ف انا فاكره ساعه بطوله العالم لكره اليد اللي كانت بتقام في مصر قبل 3 اعوام، كان في طبعا نجوم العالم في اللعبه يعني كانوا موجودين، وكانوا بيحرصوا ان هم دايما ينزلوا صورهم مع الاهرامات وينزلوا صورهم في الـ في الـ في الـ يعني في مصر على حساباتهم على الانستجرام اللي اكيد متابعينها ناس كتير، كل ده اكيد مفيد جدا لمصر. تمام. عارفة على ذكر الانعكاسات الإيجابية على السياحة، فكرة إن كمان مشاهير العالم يعني يتكلموا عن السياحة في مصر، بيتكلموا عن مصر نفسها، يعني تحضرني كده الكلمتين الحلوين اللي قالهم بيب جوارديولا في حفل جلوب سوكر في الإمارات لما كان بيتكلم، بيقول إن هو قضى وقت لطيف جدا أجازة هو وأهله وأسرته جم مصر وشاف جمال الطبيعة في مصر وشاف جمال جمهور النادي الأهلي وحاجات زي كده. يعني انت متخيله ممكن يبقى كام واحد شاف فيديو زي كده لمجرد ان اللي قال الكلمتين دول حد زي جوارديولا؟ ده بالتاكيد يا استاذ كريم، يعني عايز اقول لحضرتك ان احنا كتير قوي بنشوف يعني سواء حتى نجوم، مش بتكلم عن الرياضه بس، حضرتك بتتكلم على نجوم عالميين بنشوفهم بينزلوا صورهم في الاقصر في اسوان في شرم الشيخ في الغردقه، كل ده بالتاكيد مهم جدا، الناس دي بيتابعها ملايين على حساباتها، فبالتاكيد ده مهم جدا لمصر. تعالي بقى نرجع مره ثانيه للبطوله وتوقعاتك لماتش بكره ان شاء الله، ايه اللي مطمنك وايه اللي قلقك؟ اللي مطمني ان زي ما قلت ان مصر في الفتره الاخيره انا بشوف ان هي مع احترامنا لجميع المنتخبات، بس بشوف ان احنا بنادي اداء عالمي، يعني حضرتك بتروح بتلعب مع مفارق زي الدنمارك بتبقى ند بند ليها، ودول ابطال عالم. بالظبط يعني بتقابل اسبانيا مثلا في بطولات زي دوره البحر المتوسط بتبقى بتقدم اداء قوي حتى لو بتخسر، بس في الاولمبيات مثلا حققت مركز رابع، فانت الاداء اللي ماشي عليه منتخب اليد منذ سنوات الحقيقه دوت يطمن. احنا اخر فوز منتخب تونس حققه علينا يعني حققه على حساب مصر كان يمكن منذ 6 سنوات في 2018، فدي حاجه كل ده يطمن، لكن على الجانب الاخر المباريات اللي زي دي لازم بيبقى فيه حذر، ما يبقاش في تصدير للناس ان هي المواجهه محسومه، احنا ابطال العالم، احنا طبعا احنا جامدين وكل حاجه، لكن لازم يبقى في حذر في المواجهات الاقصائيه اللي زي دي. احترام الخصم مهم جدا. بالظبط كلنا وخصوصا شفنا لما يكون الخصم جدير بالاحترام ده. بالتاكيد وكلنا شفنا مثلا يعني في بطوله افريقيا يعني للكره القدم في مفاجات ممكن تحصل، طبيعي قوي انت ممكن منتخب ما يبقاش متوقع ان هو يحقق الاداء، لا يقدر ان هو يقدر يتعادل او ان هو يكسب، فكل دوت المفاجات اللي زي دي لازم ان انت تعمل حساب او تاخد حذر. اتلسعنا بنار اللي حضرتك تفضلتي بيه ده في النسخة الحالية من أمم أفريقيا. بالظبط يعني اتلسعنا بناره بالمعنى الحرفي الحقيقي. بالظبط أنت ممكن تكون داخل، الثقة الزايدة أحيانا بتبقى مش مؤشر كويس. طبعا طبعا. فبس أنا أعتقد إن خبرة لاعبي منتخبنا، يعني بتكلم على علي زين، بتكلم على كريم هنداوي، بتكلم على إبراهيم المصري، يعني مش عاوز أنسى حد، سند، يحيى الدرع، أعتقد إن خبرة النجوم اللي زي دول هم يعني اتحطوا في اختبارات زي دي كتيرة جدا. طبعا. فهم أعتقد إن هم ما عندهمش حتة الغرور، فكرة إن أنا المواجهة محسومة أو إن أنا داخل هكسب أو إن أنا خلاص أنا البطولة، يعني حتى ده بان كلامنا إحنا يعني كان لينا انترفيوهات مع اللعيبه في اول يوم للبطوله، وكان كلامهم
انه احنا مش لا فكره انه المنافسه محسومه او المنافسه احنا بس هنفكر في تونس او هنفكر في الادوار النهائيه، لا احنا ماخدين كل ماتش بماتش زي ما بنقول كده بلغه الرياضه، وان احنا حابين نفكر ان هو يعني طبيعي ان ممكن المنتخبات تبقى في منتخبات اتطورت بشكل كبير فلازم ان احنا ناخد حذرنا. ودايما في مساحه كافيه لوجود اي مفاجاه مش متوقعه بالمره. وعلى فكره لو كان المنتخب منتخبنا في كره اليد لو كانت عنده النزعه دي، فكره التعالي او الغرور او الثقه الزايده، ما كانوش هيبقوا بيحققوا الانجازات اللي احنا كل يوم والتاني بنتغنى بيها. صح. يعني دي بالعكس ميزه عندهم اكيد ان هم بيحترموا الخصم ايا كان مين الخصم. بالظبط بالتاكيد، خصوصا كمان لما يكون تونس، يعني تونس زي ما قلت بطل تاريخي في، يمكن هما تونس منذ سنوات مش في احسن حالاتهم بس يظلوا طبعا لاعبين خبرات. كمان البطوله دي بيبقى ليها دوافع لكل المنتخبات مش لمصر بس، يعني كل المنتخبات اللي جايه كلها حاطه عينها ان هي عايزه تتاهل للاولمبياد. طب. فبالتاكيد هو تونس حتى لو ما ظهرتش في النسخه الاخيره، النسخه الاخيره تونس يمكن حققت مركز رابع اللي كانت بتقام على ارض مصر هنا برضو في صاله الدكتور حسن مصطفى في مدينه سادس من اكتوبر. لكن برضو بالتاكيد البطوله دي ليها دوافع لكل المنتخبات. انا جاي طبعا ده حق مشروع لاي حد مشارك فيها بالظبط. لما بنيجي نتكلم عن الاسكواش في مصر بنتكلم واحنا مبتسمين قوي، لان دايما يعني الملف ده الحقيقه من الملفات الرياضيه المضيئه جدا عندنا في مصر، ودايما بنطالب ان النجاح اللي بيحصل في اتحاد الاسكواش يتم استنساخه في كل الاتحادات الاخرى. الحقيقه بقينا برضو في الفتره الاخيره، والفتره الاخيره دي مش اخر اسبوعين ثلاثه، اخر كذا سنه بنتكلم بنفس القدر من الفخر والفرح في ملف كره اليد. ايه اللي مدي لمنتخبنا المصري في كره اليد الخصوصيه الشديده دي والفرق الكبير بينه وبين معظم المنافسين على الاقل قاريا؟ هل هي نوعيه كواليتي اللعيبه بتاعتنا؟ هل هي اداره فنيه؟ يعني النجاح ده سببه ايه في رايك؟ يمكن بشوف ان يعني اتحاد اليد من الاتحادات اللي شغاله من منذ يعني اللي هو ايه مش عندها خطه لبعيده المدى، وانا بحترم قوي الاتحادات اللي بتعمل الموضوع دوت. يعني بمعنى ايه؟ ان انا مش مثلا عندي جيل هايل في اي لعبه، عندي جيل هايل في مثلا في الاسكواش في اليد في الطايره، ما اعملش بقى فكره تجديد دماء. لا مهم ان انت تعمل تجديد دماء، لان اللعيبه دي طبعا وارد ان هي يعني مع الوقت اكيد في ناس منهم هتقرر ان هي تبطل ان هي مش هتكون موجوده، فطبيعي ان انت تنزل بالاعمار السنيه. ده مهم وده اللي بيحصل في اليد في المنتخب الاول. بالتاكيد اتحاد اليد بيصر على المدرسه الاسبانيه، خوان كارلوس باستور المدير الفني اللي بالتاكيد المدرسه الاسبانيه اثبتت نجاحها مع منتخب اليد منذ سنوات يعني. ومع النادي الاهلي في العاب الصالات كمان. ده بالتاكيد يعني التاريخ شغل نار مش مجرد محققين نجاحات. بالتاكيد سيطره تامه على البطولات كلها يعني. لكن منتخب اليد زي ما قلت هو شويه المدير الفني بيعمل روتيشن للعيبه بحيث ان هو ما يبقاش في ضغط على لعيبه معينين. شفنا ان هو في الادوار اللي في البدايه بيريح لعيبه زي علي زين، زي يحيى الدرع، زي يحيى خالد، عشان هو عارف ان الادوار المتقدمه شويه هيبقى فيها قوه او اداء محتاج مطلوب منك تدي جهد مضاعف عن الادوار المتقدمه. يمكن كمان برضو عاوز اقول انه منتخب اليد اعتقد الاحتراف بتاع اللاعبين افاده بشكل شديد جدا. يعني منتخب اليد احنا عندنا لاعبين معظمهم بيلعبوا في اوروبا، سواء يعني غير اللي بيلعبوا في الاهلي او الزمالك على مستوى عالي طبعا، لكن الاحتراف بالتاكيد افاد منتخب مصر بشكل شديد جدا، سواء علي زين، يحيى الدرع، سيف الدرع، محمد سند، دوريات متنوعه بقى، بتتكلم في دوري اسباني، دوري مجري، دوري فرنسي، عندنا دوريات متنوعه، كل ده بالتاكيد افاد المنتخب. طيار كمان برضو من طيار طبعا، طيار يعني طيار حارس كبير طبعا، فكل دوت اكيد بيعود بالنفع على المنتخب مصر. يعني اعتقد يعني ان دوت من الحاجات اللي افادت جدا منتخب مصر في السنوات الاخيره. فكر كده او حاسه يعني ان ماتش الفاينل في البطوله دي هيكون بين مين ومين؟ انا عاوز اقول ان الراس الاخضر عامله يعني مش في كره القدم بس، هي في اليد برضو هي ورانا ورانا. انا عايز اقول لحضرتك ان هم حتى في السله كمان واضح ان عندهم طفره رياضيه بشكل عام. ما هو الناس بس عشان خاطر متابعه كره قدم اكتر، فهي الناس اتفاجئت بظهورهم القوي في بطوله امم افريقيا لكره القدم، لكن في اليد هم امبارح نجحوا ان هم يطيحوا بالمغرب من ربع نهائي بطوله افريقيا. الراس الاخضر هي وصيف النسخه الماضيه بالمناسبه، وهي كانت صحيح مصر كسبتها في النهائي وكان منتخب طبعا فرق
مستوى كبير، لكن فكره ان انت تقدر تضيح بمنتخبات ليها تاريخ كبير جدا في كره اليد، في عالم كره اليد، وتتاهل للنصف النهائي وتحجز مكانك في بطوله العالم، فبالتاكيد الراس الاخضر نجحت ان هي تتطور بشكل كبير جدا في كل الالعاب الحقيقه يعني. وحتى في السله هم كانوا بيشاركوا في بطوله العالم الاخيره، كاس العالم الاخير اللي كان بيقام الصيف الماضي، فبالتاكيد الراس الاخضر نجحت ان هي تفرض نفسها على خريطه القاره الافريقيه بشكل كبير جدا في الرياضه. يمكن انا اتوقع يعني انه هي طبعا النصف النهائي المفروض هيبقى الراس الاخضر والجزائر ومصر مع تونس. بالتاكيد منتخب الجزائر منتخب قوي جدا يعني، واظهر قوه امبارح، كان قدم مباراه قويه جدا قدام الكونغو، فشويه التوقع ممكن يبقى صعب مين منهم يتاهل للنهائي، لكن انا اتوقع الراس الاخضر لو فضلت بنفس المستوى اللي بتقدمه دوت ممكن نشوفها في نهائي مكرر للنسخه الماضيه ونشوفها في النهائي. وطبعا يعني انحياز وكل الدعم لمنتخب مصر ان هو ان شاء الله يعني باذن الله ان شاء الله ان هو يقدر يعدي مباراه بكره ويتواجد في المباراه النهائيه. الحقيقه التطور الرياضي في افريقيا على كل يعني الاصعده وفي كل الرياضات بقى واضح قوي في الفتره الاخيره. احنا على صعيد الرياضه المصريه اتطورنا زيهم، وانا هنا مش بكلمك على منتخب بعينه او على رياضه معينه، انا بكلمك على التطور كمبدا وكفكره بشكل عام. واضح قوي وملموس قوي افريقيا، احنا فين بقى منه؟ في الحقيقه احنا في العاب فعلا اتطورنا فيها يعني، حضرتك لو رجعت زي مثلا إيه؟ زي اليد، ما احنا اليد دلوقتي احنا حضرتك ما بتنافس منتخبات عالميه، يمكن ده ما كانش بيحصل منذ سنوات، لكن ابتدى نشوفه في اخر 3 أو 4 سنوات بتنافس زي ما قلت، بتروح بطولات عالميه، بتبقى ند بند للمنتخبات الكبرى. انا بشوف ان منتخب اليد دوت هو عمل كل حاجه ينقصه فقط ان هو يحقق ميداليه عالميه، وهو يستحق، الجيل ده يستحق ده يعني، الجيل ده احنا ننتظر منه ان شاء الله ان هو يتاهل الاولمبياد ويحقق ميداليه، لان هو ده الانجاز الوحيد اللي ينقص هذا الجيل يعني. بتتكلم في علي زين، في يحيى الدرع، في كريم هنداوي، ابراهيم المصري، سند، الجيل ده فعلا يستحق ان هو يحقق ميداليه، وهو دوت لازم يبقى نتاج التطور الكبير اللي احنا شفناه في اليد في السنوات الماضيه، لازم يكلل كده بميداليه عالميه. لو بنتكلم على بعيدا عن اليد، وحضرتك بتتكلم على بقيه الاتحادات، لا في اتحادات اتطورت، احنا في اتحادات ممكن يعني مثلا العاب ما كناش بنجيب فيها ميداليه عالميه. مش بتكلم على مستوى القاري، لان القاري احنا كده كده مسيطرين قاريا وعربيا بالتاكيد مع احترامنا لكل المنافسين، لكن مصر واضحه وزورها موجود جدا على القاره الافريقيه، وطبعا في عربيا منافسين بشكل جيد. لكن على المستوى العالمي في اتحادات لا بقت موجوده، مثلا احنا بنشوف ان احنا سيطره على اتحاد التايكوندو على التوالي، بنحقق ميداليات كذا سنه على في نسختين او 3 نسخ على التوالي في التايكوندو. عندنا الخماسي الحديث، ده طبعا ما ينفعش ننسى الخماسي الحديث في كل بطوله عالم، هو متواجد على منصه التتويج، واتحاد الخماسي انا اتوقع له ان شاء الله لو هو مشي على النهج اللي هو ماشي عليه ان هو يكون ان شاء الله ليه ميداليه في الاولمبيات الجايه، لان هم مركزين قوي، عاملين خطه كويسه قوي للاعبين، نازلين زي ما قلت فكره مهمه قوي ان تنزل الاعمار السنيه، مش اعتمد ان انا عندي خلاص بطل جاب ميداليه في اولمبياد طوكيو اللي فاتت يبقى هو ده افضل اشتغل عليه عشان خلاص ده موهوب بقى فهيجيب لي، لا ما هو ممكن ده يحصل له اي حاجه لا قدر الله، يتصاب، ما يبقاش في يومه. فلازم ان انت تنزل بالاعمار السنيه ان انت يبقى عندك جيل تاني او عندك صف تاني تقدر تعدهم. ودايما الاعداد للاولمبياد بشوف ان هو مش بيبقى سنتين ثلاثه حضرتك تقدر تعد الجيل ده، انت لازم سنوات سنوات تقدر تبقى حاطط خطه ان هي دوت انا عندي السنه الجايه مثلا او بعد مثلا سنه هيبقى مثلا يبقى في بطوله عالم يبقى اجيب مركز ثالث، لا السنه اللي بعدها يبقى اجيب مثلا مركز اعلى، السنه اللي بعدها انا حاطط له ان انا مثلا زي ما هو المفروض السكواش يعمل كده دلوقتي. طبعا السكواش المفروض بيعمل كده من زمان الحقيقه. بالظبط. لا بس بالمناسبه برضه استاذه دينا، يعني فكره الاهتمام بقطاع الناشئين وتهيئته عشان يبقى يعني يحتل بقى نفس المستوى اللي الاجيال الاكبر منه سنا ما حققها، حاصله في كل الاتحادات ولا في اتحادات حاسه انها مش مهتمه قوي بقطاع الناشئين في الرياضه اللي هي معنيه بيها؟ يعني بالتاكيد مش كل الاتحادات ماشيه على نفس الخطه او ليها نفس النهج، والا كنا هنلاقي كل الاتحادات بتروح الاولمبيات كلها بتجيب ميداليات او بتروح بطوله العالم بتسيطر على منصات التتويج، لكن فعلا في اتحادات مش يعني مش 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 ماشيه بخطه زي ما قلت بعيده المدى، اللي هو عندها جيل دلوقتي كويس بيجيب بطولات في بطولات العالم او بطولات افريقيه، فهو يعني لسه ما عندوش فكره ان انا لازم العب قدام عشان خاطر مثلا اعد لوس انجلوس مثلا اولمبياد لوس انجلوس 2028 او اعد لقدام.
ده المفروض بيحصل. احنا حتى كنا بنتكلم على كان في حد كنت بتكلم على السكواش تحديدا، لان السكواش كلنا عارفين خلاص من بعد ما بقى اولمبي فالناس بقت مركزه معاه ضعف التركيز اللي طبعًا. كان في الماضي. طبعًا. يعني خلاص زمان ما كانش حد خلاص تمام اوكي بنحقق انجازات وكل حاجه، لكن بعد ما بقى اولمبي فانت مطلوب منك كاتحاد مصري جهد مضاعف في اعداد النشء، لان انت بتتكلم لسه الموضوع لسه 2028، فانت بتتكلم انه ممكن الجيل الحالي يكون موجود طبعا بالتاكيد يعني ربنا يوفقهم، لكن في ناس ممكن يبقوا معتزلوا، فلازم تبتدي تشتغل وتبتدي تركز وتشوف المشاكل اللي موجوده عند اللاعبين الصغيرين او مش الصغيرين او اللي هم زي ما بنتكلم في مصطفى عسل طبعا بطل النادي الاهلي، امينه عرفي طبعا، يعني عندنا كذا بطل، لازم نبتدي نشوف ايه المشاكل اللي عندهم ونبتدي نعدهم، نشوف بقى ايه الاعداد، لان خلي بالك الدول مش هتستناك. يعني أكيد مثلا طبعًا. امريكا طبعًا. دلوقتي اكيد هم مركزين قوي ان هم اللي يستضيفوا الدوره دي، فبالتاكيد انا عندي تارجت ان انا هم السكواش اصلا هم امريكا شاطرين فيه جدا، يعني عندهم تارجت ان هم يحققوا ميداليات في الدوره دي، فبالتاكيد ودول تانية تلاقي على فكره ظهرت على السطح في هو خلال السكواش السنه. بقى اولمبي على طول باستمرار ولا النسخه اللي جايه بس في باريس؟ المفروض ان هي النسخه اللي جايه بتاعت اوكي 2028، يعني مش النسخه اللي جايه باريس، لا باريس ما فيهاش سكواش، اللي بعدها هي اصل لو المفروض. بقى في استدامه لوجود السكواش في الدورات الاولمبيه بس ده احنا كده عدينا. والله انا دايما يعني مش بتفق قوي في فكره ان احنا عدينا لسبب، زي ما قلت حضرتك الدول بتتطور بشكل كبير جدا في اللعبه، يعني ممكن زي ما كان بنتكلم لسه على الراس الاخضر من شويه، انت ما كنتش موجود على الخريطه اصلا، فجاه بقيت بتتاهل لنصف نهائي وبتوصل لنهائي في اليد، اللي هو التطور ده جه منين ما تعرفش. فهم صحيح. الناس في دول عندها استعداد للصرف وان هي تطور من نفسها، وفي دول عندها استعداد ان هي تجنس لاعبين، يعني هي ما فيش في الالعاب الفرديه طبعا في دول طبعا عندها استعداد ان هي عشان طبعا. خاطر تجيب والدول ميداليه، العربية بتعمل كده كمان. بالتاكيد عشان صحيح. خاطر الدوله عايزه تجيب ميداليه فممكن تجنس لاعبين قبل لوس انجلوس يجيب لها ميداليه اولمبيه واتحسبت لها يعني ميداليه، طبعا فما نقدرش طبعا نتكلم في صحيح. النقطه دي يعني. حتى بالأمارة الباسبور اهو. بالظبط صحيح. كده. بقى بيحصل ده في الفترة الأخيرة. من كام شهر كان في لقاء جمع بين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واتقال فيه كلام زي الفل الحقيقة، وعايز أعرف شفتي للكلام اللي زي الفل ده أي يعني إيه من الانعكاسات الطيبة بعد كده، لما السيد الرئيس سأل السيد وزير الشباب والرياضة عن المشاكل اللي هم بيواجهوها في الاتحادات الرياضية المختلفة، لما كان في توجيه رئاسي صريح بتذليل كل العقبات وبتخطي كل المعوقات اللي خلت أكتر من مرة لعيبة يهربوا من منتخبات بلدهم عشان يروحوا يلعبوا باسم دول تانية. شفتي انعكاسات هذا الأمر في الرياضات المختلفة في مصر إزاي؟ يمكن كان اللقاء ده مهم قوي الابطال الرياضيين ان هم يحسوا ان انت مشاكلك متشافه، او سياده الرئيس متابع هم ايه المشاكل اللي عندهم، ده حتى مهم معنويا بالنسبه للرياضي، دايما طبعا هو حاسس ان هو طبعا يعني بلغتنا كده اللي هو بيهاتي ومحدش سامعه، صحيح او ان انا لازم اعمل مناشده على صحيح الفيسبوك عشان خاطر مكتب الوزير يكلمني عشان الوزير يتواصل معايا. طبعا. فكره ان هو يحس ان رئيس الجمهوريه بذات نفسه متابع مشاكلك وعارف وبيشوف مين اللاعبين اللي ممكن بعد بطوله يهربوا، لان خلي بال حضرتك كمان الفترة اللي فاتت او السنة اللي فاتت موضوع اللاعبين المصارعة تحديدا الموضوع كان كتر قوي، يعني طبعا وقعات كتيرة في طبعا وقت قليل، فكان طبعا الموضوع لافت للنظر بشكل كبير قوي صحيح ان صحيح. هو لا انتوا لازم تحطوا او لازم يبقى لا في وخصوصا رولز. ان بعض يعني في بعض الحالات اللعيبه اللي هربوا دول او اللي مشوا لاسباب مختلفه وباشكال مختلفه بقوا يطلعوا في فيديوهات كمان ويكلموا ويفصصوا يعني التفاصيل اللي خلتهم ياخدوا القرار اللي هم خدوه ده، فطبعا الموضوع سمع جامد بطبيعه الحال. بالتأكيد يعني كمان يمكن كان في قرارات للدكتور أشرف صبحي أعلنها وكلنا شفناها، اللي هي خاصه بزياده مكافاه الميداليه الاولمبيه، زياده مكافئات البطولات القاريه، تتويج ببطولات القاريه او بطولات العالم، وده كان قرارات كويسه جدا اساعدت لاعبينا، يعني احنا كان لينا كذا حوار مع لاعبين في الالعاب الفرديه، والحقيقه القرار كان مهم جدا بالنسبه لهم لانه ده حافز كبير، يعني بدل ما انا مثلا ممكن اروح مثلا بطوله وعارف ان انا ارجع مش هاخد مبلغ مقابل مادي كبير، لا ده يعني حافز كبير ليك ان انت تروح وتدي افضل ما عندك في البطوله عشان انت عارف ان انت المكافاه زادت، او ان انا حد سامع مشاكلي، او ان انا بقى فيه اهتمام، حتى خلاص بقى كلمه العاب الشهيده دي ما بقيناش نحب نقولها، لانه خلاص لا انت مش العاب شهيده، انت الرئيس نفسه متابع انت ايه مشاكلك ومتابع صحيح. نفسه اي مشكله عندك، وكلنا شفنا الفتره اللي فاتت الحمد لله الحمد لله رب العالمين، يعني الدنيا شويه هديت في قصه طب. في قصة الهروب والكلام ده كله. وكمان يعني عاوز أضيف أنه الحمد لله الشركات الخاصة بقت تلتفت كتير قوي للأبطال، أنها بقت تروح وترعاهم، وده مهم قوي، وده أنا بشوف أنه كان المفروض هي يحصل من الليلة زمان. كلها في التفصيلة دي، ده معظم شكاوى الاتحادات الرياضية المختلفة في مسألة نقص الموارد وانعدام وجود الدعم جاية نتيجة النقطة دي.
بالتاكيد يا استاذ كريم. يعني عايز اقول لحضرتك انا بشوف دايما ان احنا عندنا مشكله تفصيله صغيره قوي، ان انا ليه دايما بستنى البطل يحقق انجاز عشان خاطر اروح ارعاه؟ طب ما هو اصلا ما انا يعني انا مثلا ممكن ده ان رحت ارعاه، ده في ناس بتحقق انجازات وعالميه ومحدش واخد باله اصلا. محدش واخد باله اصلا اصلا يعني دي عندنا شديد. مشكله كبيره جدا. يعني دلوقتي انا بستنى اللاعب اللي هو اسمه ويطلع في برامج ويطلع في مداخلات عشان خاطر طب ما اروح بقى اعمل له عقد رعايه وبتاع قبل الاولمبياد عشان خاطر. فده مش صح. انا بشوف ان هو كل اتحاد المفروض انت عندك مثلا لاعبين، انت بشطارتك كاتحاد المفروض انت عندك لجنه تسويق او حاجه تطلع اللاعبين افضل ما عندك وتعمل لهم عقود، تشوف بقى تسوقهم ازاي. تسوقهم ازاي دي قصتك انت بقى. ده دور وواجب وطني عليهم ككيانات صناعيه وتجاريه واستثماريه ان هم يرعوا ابطالنا المصريين ويساعدوا في مساله، عارفه اللي هو خط انتاج لنجوم مستقبليين. على رايك مش لازم نستنى لما يبقوا نجوم بالفعل وبعد كده ندور احنا عليهم؟ فكلامك مظبوط مليون في المية، ونتمنى انصراح الاحوال في كل يعني الاتحادات الرياضيه المختلفه. انا بشكرك على وجودك النهارده دينا، نورتينا. ربنا يخليك. شكرا جزيلا. هنطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل.